بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن انتصر ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.